مشاهدينا ومشاهدي النايل لايف شبكة انت انت صباح الخير عليكم، نهاركم سعيد. النهاردة الاثنين 23/10/2017، والنهاردة طبعا بنقدم خالص العزاء لأهالي شهداء الواحات، ربنا يرحمهم يا رب وربنا يتقبلهم من الشهداء، والشهادة طبعا من أعلى المراتب عند ربنا، وإن شاء الله يكونوا في الجنة بإذن الله. وبنشكرهم بجد على جهودهم، وبقينا كل أسبوع خلاص يعني بقينا بقى عندنا شهداء، ما بنطلعش يعني تقريبا كل مرة غير وإحنا بنعزي. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير إيمان، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل حتى في ظل الإرهاب اللي إن شاء الله هننتصر عليه في كل حتة، مش في مصر بس، في العالم العربي كله. احنا بس عايزين نفهم حاجة مهمة جدا يا جماعة، طبعا في الأول بس خالص العزاء طبعا للشهداء وأهالي الشهداء، ويا رب إن شاء الله المصابين يطلعوا من المستشفى بإذن الله ويكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. احنا في حاجة مهمة جدا بعض الأحيان بننساها يا جماعة، احنا في حرب. الشعب المصري أرجوكوا لازم نفهم إن احنا في حرب. احنا بنحارب لمصر ولشعب مصر وكمان للأمة العربية. احنا بندافع عن الأمة العربية مش بس مصر. الإرهاب اللي مش هيتوقف إلا لما إن شاء الله نقطع الجذور الأساسية بتاعته والتمويل بتاعه بشكل أو بآخر. لازم نفهم إن إحنا في حرب، وإن إحنا في الحرب لازم يبقى فيه شهداء، ولازم تبقى فيه موقعة ممكن ننتصر بيه فيها، وفي بعض المواقع ممكن يكون مش هنقول بنتهزم ولكن بيقع شهداء، ده شيء طبيعي جدا. خالص العزاء للمرة الثانية للشهداء، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مع وفد مهم جدا مع وزير الدفاع ووزير الداخلية أمس، وبيتناقشوا في إزاي إن إحنا نقدر نسلح أكثر، إزاي نقدر نواجه الإرهاب أكثر، إزاي ممكن نقوم بمجهود أكبر في هذا المجال. لازم نفهم ان احنا في حرب يا ايمن. وكمان يعني اعلنوا انهم هيبذلوا قصار جهدهم علشان يلاحقوا العناصر الارهابيه اللي تم هروبهم. نعم. فده اللي هيكون ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه، ده اللي هيكون فعلا القصاص للشهداء. الحاجه الثانيه لازم نقولها برضو انه كتر خير القيادات اللي موجوده في مصر، ان هي مش عايزه تحسس طول الوقت الشعب المصري بان هم بيحاربوا. وعايزين طول الوقت الشعار اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاله من الاول، ان احنا في يد بتحارب الارهاب وفي يد بتبني. فمعنى ان احنا لازم نبني، يبقى احنا لازم نكون مشاعرنا وعندنا الروح المعنويه بتاعتنا لازم تكون عاليه مهما حصل، مهما حصل على الجبهه، اذا كان في سيناء اذا كان في الواحات. وعلى فكره يا جماعه في معلومه مهمه جدا، احنا طول الوقت عاملين نقول في الواحات الواحات الواحات، احنا بنعرف على فكره الموضوع الموقعه دي ما كانتش في الواحات، الموقعه دي كانت في الطريق المؤدي الى الواحات مش الواحات نفسها، عشان بعض الاهالي في الواحات قالت انه يعني لازم نصلح الموضوع ده في الاعلام المصري بشكل عام حتى في القنوات الخاصه. لازم نفهم ان احنا لازم المعنويات بتاعتنا تفضل مرتفعه، لازم طول الوقت نفهم ان احنا كتر خير الجيش والشرطه ان هم بياخدوا عننا او يدافعوا عننا، ولكن احنا في داخل مصر بقى لازم الحياه تستمر، لازم الحياه تبقى مستمره، وبنبني اذا كان بالمشاريع القوميه او حتى بالاحتفاليه اللي حصلت امبارح في الاستاد في الاسكندريه وفوز الاهلي على النجم الساحلي 6-2. الف مبروك للنادي الاهلي. اتفضل. ونبدا نشوف الفقرات اللي هتكون معانا النهارده. هيكون معانا النهارده فقره عن حمله سرطان الثدي بجامعه عين شمس. هيكون مشرفنا النهارده في الاستوديو دكتور نرمين مصطفى عبد القادر، مدرس مساعد علاج الاورام بطب عين شمس، وهنشوف ازاي نقدر تقدر كل سيده ان هي تحمي نفسها من الاصابه بمرض سرطان الثدي. على فكره انا اضيف معلومه صغيره جدا ايمان، ان احنا على فكره شهر 10 او شهر اكتوبر في جميع انحاء العالم هم بيحتفلوا بعلاج سرطان الثدي. بالزبط. مش في مصر بس، ده في العالم كله. أكيد. فطبعا تحيه لجامعه عين شمس، طب عين شمس، في هذا الموضوع، واتمنى ان انا اسمع اكتر واكتر في تفاصيل خاصه بهذا الاحتفال. ايه ان شاء الله. استاذ هاني دانيال الكاتب الصحفي بالامم المتحده وتعليقه على فقره الصحافه اليوم. هيكون كمان معانا النهاردة الفائز بالمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة، وهو الطالب شريف سيد مصطفى، الطالب بالجامعة، الطالب الأزهر الشريف.
والإعداد دلوقتي حالا مبلغنا ان هو اعتذر، الضيف ده اعتذر. انا ما سمعتش للاسف. واعتذر عن الحضور، لكن نتمنى طبعا ان هو يشرف. لكن انا كان انا كان يهمني جدا ان هو يكون موجود، لان هو متفوق فعلا، هو بيقدر يقرا مش الكتاب 100 صفحه تقريبا في ست دقائق، فده اعجاز. انا كان نفسي اشوفه فعلا، يعني انا كنت مستنيه ان انا اشوفه النهارده. بس طيب، وعندنا عميد متقاعد خالد فهمي، مستشار مركز دراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه، هنتكلم معاه النهارده برضو عن الموقعه اللي حصلت في طريق الواحات. وهيكون كمان معك أشرف فقرة تانية برضو عن أحداث الواحات مع العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. شريف سيد مصطفى اللي هو كان المفروض هيكون معنا النهاردة اعتذر، لأنه جاله مقابلة مهمة جدا مع شيخ الأزهر أعتقد، وهيكون معنا ضيف تاني آخر إن شاء الله في وسط اليوم. على فكرة، أنا بس قبل ما يبتدي يومنا النهاردة، أنا عايز بس أنوه عن حاجة لطيفة جدا، أنه برنامج اسمه ايه ده، قناة نايل لايف، كانت بتنقل حفل ختام مهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية يوم الجمعة، اليوم اللي كان فيه المشكلة يعني. والحقيقة كانت سميرة سعيد كانت في حفل الختام، كانت احتفالية جميلة جدا، وقامت قناة نايل لايف بتغطية هذا المهرجان حصريا على فكرة، زي ما بقول، زي ما في ايد بتحارب الارهاب وبتدافع عن شعب مصر، زي ما في ايد جوه لازم تقوم باعمالها على اكمل وجه، اذا كان في الرياضه، اذا كان في الفن، اذا كان في البناء، اذا كان في المشاريع القوميه، اذا كان لازم الحياه هتستمر ان شاء الله. اكيد، ومصر كل يوم يعني بتبني فعلا، وبنطلع جيل ان هو يقدر يدافع عن الوطن، ويقدر ويفهم ان احنا فعلا لازم كلنا نتكاتف علشان نقف وندافع عن الوطن، محدش ابدا يهرب من مسؤولياته، وكلنا في مواجهه الارهاب. طيب، هنطلع دلوقتي الفاصل سريع جدا، ونبدا معاكم اولى فقراتنا، فقره الصحافه. استنونا بعد الفاصل.